اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل لنا في ليلنا زادا يبلغنا رضاك، اجعلنا لليل قائمين وبين يديك فيه من الخاشعين. يا رب ارزقنا ووفقنا لقيام الليل بعد رمضان، واجعله منا متقبلا. اللهم اجعل لنا في ليلنا زادا يبلغنا رضاك، واجعل لنا في نهارنا سبحا طويلا. اللهم اجعلنا من المتبتلين إليك تبتيلا، لا إله إلا أنت رب المشرق والمغرب، يا ربنا اتخذناك وكيلا. يا رب يا رب ارحمنا إذا التفت الساق بالساق، إليك يا ربنا يومئذ المساق. اللهم ارحمنا يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا. اللهم ارحمنا يوم لا تنفعنا الأعذار، اللهم ارحمنا يوم لا تنفعنا الأعذار، أنت صاحب الكرم والجود. يا رب يا رب لا تجعلنا ممن يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، اجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة، اجعلنا يا ربنا ممن ينادى عليهم يوم القيامة، أين فلان ابن فلان؟ لقد سعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا، واكتب لنا جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا وجوها ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. نعوذ بك ربنا من الوجوه الباسرة، نسألك يا ربنا وجوها ناظرة، بيض وجوهنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، توفنا وأنت راض عنا، واجعلنا في ليلتنا هذه وفي شهرنا هذا من عتقائك من النار ومن حزبك المقبولين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.